بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب. أعزائي الطلبة، مثل ما تعرفون أنه الأسبوع الماضي تكلمنا عن المحاضرة الأولى من مادة الفسلجة، وكانت عن فسلجة الخلية Cell Physiology. طبعا عرفنا شنو فسجة الخلية والعمليات التي تحصل في الخلية من انتقال الأيونات أو انتقال البروتينات وغيرها. اليوم راح نتكلم عن المحاضرة الثانية والتي تعتبر محاضرة مهمة، هي بداية المحاضرات المهمة جدا، وهو Circulatory System، الجهاز الدوري. يعتبر هذا الجهاز هو من أهم أجهزة الجسم، الجهاز الدوري. نجي نشوف شنو مكونات الجهاز الهضمي. مكونات الجهاز الهضمي هو البلود، الدم، والهارت، القلب، وبلود فيزلز اللي هو الأوعية الدموية اللي تشمل أرتريز، الشرايين، كابيلاريز، الشعر الدموية، والفين الأوردة. طبعا أكو تصنيف حديث جمع بين القلب والأوعية الدموية، سمي تحت الجهاز القلبي الوعائي، لكن احنا اليوم راح نتكلم باعتبار هذه المكونات الثلاثة هي من ضمن الجهاز الدوري. اول واحد مكونات الجهاز الدوري هو the blood، الدم. ماذا نعني بالدم؟ الدم هو الذي يحافظ على الحياة ويدور في الجسم من خلال القلب والشرايين والأوردة والشعرات الدموية. Blood is the life-maintaining fluid that circulates through the body, heart, arteries, veins, capillaries. طبعا الدم يتكون من خلايا خاصة في سائل تسمى البلازما. راح نتكلم عن البلازما في هذه المحاضرة بالتفصيل. في الشخص البالغ، في الإنسان الطبيعي، يكون حجم الدم 1/12 of the body weight، من وزن الجسم، أي ما يعادل من 5 إلى 6 لترات. الدم يتكون من 55% من البلازما و 45% من خلايا تدعى العناصر المشكلة called formed elements. طبعا the blood performs of a lot of important function. طبعا الدم يؤدي الكثير من الوظائف المهمة عن طريق الهيموغلوبين الموجود في كريات الدم الحمراء. من هذه الوظائف انه it carries oxygen to the tissues and collect the carbon dioxide، انه يحمل الأكسجين إلى الأنسجة ويجمع ثاني أكسيد الكربون. ومن الوظائف الأخرى أيضا أنه ينقل المواد الغذائية مثل الأحماض الأمينية والسكريات والأملاح المعدنية، وأيضا يجمع المواد المفرزة التي سوف يتخلص منها لاحقا عن طريق رنوف فلتر، عن طريق الراشح الكلوي.
طبعا الدم أيضا وظائف أنه يحمل الهرمونات والأنزيمات والفيتامينات، وأيضا له وظيفة دفاعية. It performs the defense of the organism by means of the phagocytic activity of the leukocytes. أيضا له وظيفة دفاعية لكائنات الحية المجهرية عن طريق النشاط البلعمي المن لكريات الدم البيضاء leukocytes. أيضا من وظائف الدم مثل ما تكلمنا عنها أولا transport oxygen and nutrient to cell، نقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى الخلية. Removes carbon dioxide and wastes from cell، إزالة ثاني أكسيد الكربون والنفايات أي المخلفات من الخلية. أيضا immunity وظيفة مناعية protect from disease، أيضا يحمي من الأمراض. Temperature regulation تنظيم درجة الحرارة وإن كانت باردة أو متوسطة أو حارة أو تدريجية متدرجة. أيضا helps prevent loss of blood by clotting، أيضا يمنع فقدان الدم عن طريق تكوين التخثر. وأيضا transport هرمون، وأيضا نقل الهرمونات. هذا هو الدم ووظائفه ومكوناته. نجي إلى أحد وأهم مكونات الدم، البلازما، هو البلازما. The plasma is a slightly alkaline fluid، طبعا البلازما هو سائل قلوي. هذا هو البلازما مثل ما تشوفون أعزائي الطلبة. هذا هو البلازما الذي هو عبارة عن سائل قلوي مع لون مصفر نموذجي. هذا البلازما الذي هو أمامكم يتكون من 90% من الماء، و 10% يتكون من دراي ماتر، من مواد جافة. طبعا 9 أجزاء هي مواد عضوية وجزء واحد هو معدن. نجي نشوف بعض هذه المواد العضوية ماذا تمثل. These organic substances are composed of glucose، يتكون من جلوكوز، يتكون من ليبيدز دهون بما فيها كوليسترول، تريغليسرايدز، وأيضا فوسفوليبيدز، ليسين فاتس، وأيضا يتكون من البروتينات بما فيها غلوبيولين، ألبومين، فيبرينوجين، وأيضا يتكون من جلايكوبروتينز التي هي السكريات البروتينية، ويتكون من الهرمونات بما فيها جوناديثرومبين، إرثروبوتين، وثرومبوبروتين، وأيضا يتكون من الأمينو أسيدز الأحماض الأمينية عن فيتامينز وفيتامينات. هذه المواد المعدنية والعضوية سوف يتم تفكيكها على شكل، سوف يتم إذابتها ديسولفت على شكل آيوني، حيث سوف يتم تفكيكها إلى آيونات موجبة positive ions وآيونات سالبة negative ions. هذا هو البلازما. طبعا الدم يتكون من 3 خلايا رئيسية إلا وهي خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. في درسنا لهذا اليوم سوف نتكلم عن كريات الدم الحمراء، وأيضا سوف نتكلم عن الصفائح الدموية. أما كريات الدم البيضاء سوف
ندرسها في المحاضرة القادمة، لأنها مهمة جدا وتحتوي على أنواع مهمة جدا، ذلك يعني رد لها محاضرة واحدة. Red Blood Cells، خلايا الدم الحمراء، أو مصطلح آخر Erythrocytes، اللي هي كريات الدم الحمراء. طبعا خلايا الدم الحمراء أو كريات الدم الحمراء هي أكثر الخلايا الموجودة في الدم، حوالي من 4 إلى 6 مليون خلية في المتر في المليمتر المكعب الواحد، وأيضا تدعى بالخلايا الحمراء. طبعا في الرجل وفي يعني في الإنسان الرجل وفي الثدييات، كريات الدم الحمراء تخلو من النواة، devoid of a nucleus، ما بيها نواة، عدم احتواها على نواة، وشكلها يكون كاف لينس، يكون ثنائي الكهوف. طبعا هنا عندنا خطأ إملائي مطبعي، هنا they have a not nucleus، طبعا ما بيها نواة، هنا قلت بها توعي نواة، هنا فقط هنا نضع نوت خاب تمرون عليها بالقراءة. الخلايا الحمراء هي غنية بالهيموغلوبين، الذي هو عبارة عن بروتين قادر على الارتباط مع الأكسجين ولو بطريقة طفيفة جدا. خلايا الدم الحمراء في الثدييات هي تخلو خلوها من النواة، شرح يسمح لنا خلوها من النواة راح يسمح بزيادة مساحة الهيموغلوبين في الكرية، وأيضا في برز شكلها المقعر، وأيضا راح توفر حجم مساحة سيتوبلازمية. طبعا عمر خلايا الدم الحمراء هو 120 يوما، عندما تقترب إلى نهايتها يعني عندما تدنو من نهايتها راح يتم خزنها وين؟ Retained by the spleen، راح يتم خزنها في الطحال، where they are phagocyted by macrophage، والتي سوف يتم بلعمتها عن طريق البلاعم. الوظيفة الرئيسية لخلايا الدم الحمراء هو نقل الأكسجين أو حمل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. عندنا مصطلح الهيموغلوبين، ماذا نعني بالهيموغلوبين؟ is an important protein in the red blood cells that carries oxygen from the lung to all parts of our body. هو عبارة عن تركيب بروتين مهم من كريات الدم الحمراء، يحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم. ها هي كريات الدم الحمراء اللي تلاحظون أنها مقعرة الوجهين، ثنائية الكهوف، وأيضا عدم احتوائها على نواة، مما وفر مساحة كبيرة للهيموغلوبين وحجم أكبر للسيتوبلازم السطحي. مثل ما قلنا هذه الخلايا في نهاية عمرها راح تخزن في الطحال ويتم بلعمتها بوسط البلاعم. طبعا من متوسط عمرها هو 120 يوما، هذه هي تكون على هذا الشكل خلايا الدم الحمراء. عندنا النوع الثاني من الخلايا التي توجد في الدم بلاتيلتس، التي هي الصفيحات الدموية، أو يطلق عليها مصطلح آخر thrombocytes. طبعا هذه الصفائح الدموية هي عديمة اللون، ما تتوى على لون، شفافة. They are cells like molecules that are smaller than red and white blood cells. تكون عبارة عن جزيئات تشبه الخلية، أصغر من كريات الدم الحمراء والبيضاء، وهي أقل عدد من كريات الدم الحمراء، يعني بما أنه الصفيحة الواحدة من الصفائح الدموية تعادل 20 خلية دم حمراء.
طبعا انه العدد الكل للصفيحات الدموية في الانسان جسم البالغ من 150 الف صفيحة الى 350 الف صفيحة. طبعا انه الصفيحات الدموية تساهم في عملية التخثر، وهي مسؤولة عن تكوين الجلطة responsible for the clot، وأيضا تشكل خثرة. عن طريق شنو؟ عن طريق التجمع في موقع الجرح أو النزف من خلال ألساق مع بعضها البعض، يعني تتسق مع بعضها البعض، راح تتجمع وتتسق مع بعضها البعض وين؟ في موقع النزيف أو الجرح، لذلك راح تشكل شنو؟ تخثر يمنع نزيف الدم. بعد ما جمعت مع بعضها البعض راح تكون بلوك، سدادة. هذه السدادة شبيهة راح تساعد على إغلاق الأوعية الدموية، وفي الوقت نفسه هذه الصفائح الدموية تحتوي على مواد تساعد على إطلاق مادة تكوين تخثر عند شنو؟ عندما يكون الصفيحات قليلة جدا، يعني عندما تكون الصفيحات قليلة جدا شبيهة الصفائح الدموية راح تطلق مادة تساعد على عمل التخثر. من هذه المواد طبعا فيبرين، هذه المادة هي عبارة عن هيكل بروتيني مسؤول عن تشكيل خثرة. هذه المادة طبعا راح تربط الصفائح الدموية مع بعضها البعض لتكون شنو قلنا؟ بلوك، سدادة. طبعا عندنا مصطلحين مهمين للصفائح الدموية في حال قلت عددها ايش راح تسمى، وفي حال زادت عددها ايش راح تسمى. عندنا ثرومبوسايتوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا يعني قلت صفائح الدموية، قلت صفائح الدموية اي ان النزيف والجرح راح يكون اكثر احتمالا. اما مصطلح ثرومبوسايتوثيميا هذا يعني زيادة في عدد الصفيحات الدموية، فقد يزيد الاستعداد للتجلط، يعني راح يزيد الاستعداد للتجلط، يؤدي الى تكوين سكتة او نوبة قلبية. نجي نشوف عينة من هذه الصفائح الدموية اللي تلاحظوها امامي انها تكون شفافة عديمة اللون وتكون باعداد يعني لكن اقل من كل الدم الحمراء. تلاحظون هذه عندما تتسق مع بعضها البعض راح تكون شنو؟ بلوك، خثرة في منطقة الجرح او النزف حتى يتوقف الجرح او النزف. وفي حال كان عددها قليل ان المتواجد راح يطلق مواد مثل الفيبرين راح يساعد على تكوين الخثرة ويساعد على هذه الصفائح على التساق مع بعضها البعض. هذه هي الصفائح الدموية. ايضا احب انوه على شيء، ان شاء الله في العملي راح ندرسها اكثر، عملية الفصل والبلازما وين تكون موقعها، والكريات الدم البيضاء وين تكون موقعها، والكريات الدم الحمراء وين تكون موقعها. نمر عليها بصورة سريعة. طبعا عندما نأخذ عينة من الدم في تيوب ونضعها في السنترفيوج راح البلازما الذي هو عبارة عن لون مصفر نموذجي أو أصفر راح يكون في الطبقة العليا من التيوب، أي ما يعادل 55% من مجموع الدم، والطبقة المتوسطة اللي تعادل 1% هي عبارة عن ليوكوسايتس، كريات دم بيضاء، وبلاتيلس اللي هي صفحات دموية. أما الطبقة السفلى راح تكون عبارة عن إرثروسايتس اللي هي كريات دم الحمراء مجموع 45%، وهذا أيضا الصورة اللي تلاحظوها أن هذه بلازما وهذا كريات دم بيضاء وصفائح دموية. طبعا هاي عينة حقيقية
وهاي كريات الدم الحمراء تكون في أسفل التيوب. نعم، أعزائي الطلبة، إلى هنا يعني محاضرتنا تكون قد كملت. عرفنا شنو الدم وخلايا الدم الحمراء والصفحة الدموية التي هي أحدى مكونات الدم، وإن شاء الله بقى عندنا اللي خلايا الدم البيضاء، سوف نتكلم عنها في المحاضرة القادمة، إضافة إلى الجهاز القلبي الوعائي، القلب والأوعية الدموية بشقيها الشرايين والأوردة والشعر الدموية. هذا هو الجهاز الدوري. أتمنى أن تكون المحاضرة قد وصلت لكم، ويمكنكم الاطلاع عليها إن شاء الله عندما أرسلها لكم وأن تفهموها. وأي سؤال أو استفسار اكتبوا لي، وإن شاء الله سناقشكم بأسئلتكم. شكرا لحسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.